باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. أغابي الأحباء، قناة أغابي، كل مرة حضراتكم طيبين نلتقي معكم في برنامج وعود الله. أكمل معكم الوعد اللي في مزمور 146 آية 7: المجري حكما للمظلومين. الله عادل لا يرضى ظلم، وإذا كان ربنا بيصبر على الظالم عشان يعطيه فرصة للتوبة، أما إذا الظالم استهان بلطف الله وإمهاله وطول أنات الله يأتي عليه غضب الله. اتكلمنا عن الظلم بالفكر، وخدنا مثل سمعان الفريسي اللي ظلم المسيح بالفكر، واتكلمنا عن الظلم بالقول ومنها الشهادة بالزور، واتكلمنا الظلم بالفعل زي ظلم قايين لهابيل، وزي ظلم أخاب وإيزابيل لنبوت اليزرعيلي. ثم تكلمنا عن الظلم بالحواس، قلنا ممكن أظلم حد إيه؟ بعيني، لأن عيني دي مراية للي جوه. احتفظ بنفسك نقية، لأن هي دي العدسة اللي بتشوف بيها العالم كله. لو أنا جوايا مش نقي هشوف الآخرين مش أنقياء. وخدنا المثل البسيط بتاع الراجل اللي بص من شباكه لقى العربيات مش نظيفة والغسيل مش نظيف والشوارع مش نظيفة والناس مش نظاف، إيه ده؟ نزل الشارع لقى الدنيا مختلفة. أتاري إيه؟ إزاز شباكه هو اللي مش نظيف. هو كده، إزاز شباكي أنا هو نفسيتي أنا. احتفظ بنفسك نقية، لأن دي العدسة التي سوف ترى بها الآخرين. لو أنا نفسي ملوثة بالكراهية هشوف الناس بتكره بعض، ولو أنا نفسيتي ملوثة بعدم الطهارة هشوف الناس مش أطهار. وحكينا قصة الأخ اللي شاف من بعيد كده منظر وحش جدا ساعة الغروب، وغيرة ربنا أخدته وراح عشان يضربهم، لقاهم شوالين قمح، شوال مرمي على الأرض كده وشوال مسنود عليه كده. أكمل معاكم، في بقى ظلم مباشر وفي ظلم غير مباشر. ظلم مباشر، وده اللي يقول عليه ميخا النبي: ويل للمفتكرين بالباطل، الصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه، لأنه في قدرة أيديهم، فأنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، ويظلمون الرجل وبيته، الإنسان وميراثه. ميخا إصحاح 2 آية 1 وآية 2. أديكوا بعض أمثلة للظلم المباشر. قاضي الظلم مثلا، في قصة قاضي الظلم في قاضي ظالم، يعني يظلم صاحب الحق مباشرة، سواء لمصلحة شخصية، سواء لرشوة، سواء لتعصب، أيا كان السبب، هو ظلم حد، هو محطوط على منصة القضاء والعدل، بيمثل الله الحق وقدامه الميزان الحق، لكن للأسف يظلم واحد ظلما مباشرا. ده اسمه ظلم إيه؟ ظلم مباشر. المدرس اللي ينقص طالب درجات من حق الطالب وينقصها له لغرض ما، قد يكون تعصبا، قد يكون عشان يرغمه ياخد درس، الله ربنا فاحص القلوب، لكن يكون المدرس يقصد يقلل الطالب درجات الطالب يستحقها، ده ايه؟ ده ظلم. التاجر اللي يغش في الميزان او المكيال او المتر او السعر عشان يكسب اكتر، ده ظلم مباشر واقع على الزبون. الاب او الام اللي يفضل ابن عن ابن، او الاب والام اللي يفضل الولد عن البنت في الميراث، في الحقيقه ده ظلم مباشر. هل احنا عندنا كمسيحيين ان البنت ما تورثش؟ للاسف اقول وانا حزين ان في بعض الاماكن للاسف مش بيورثوا البنت، يقول لك كفايه جوزناها. فين دي في الانجيل؟ فين دي في الإنجيل؟ ده ظلم، ده ظلم باين. هل عندنا في الانجيل الولد ياخد ضعف البنت؟ دي فين؟ دي مش عندنا، دي مش عندنا.
اللي عندنا ليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل في الرب. المرأة معينا نظير الرجل. اللي بيظلم بنته ربنا هيحاسبه، اللي يظلم ابن عن ابن، اصل ده لما يجي يزورني بيجيب لي حاجه معاه، وده ما بيجيبش، او ده بيزورني ده ما يزورنيش، فانا في المراس حدي ده اكتر من ده. لا، الغلط ما يتصلحش بغلط. انت كده بتظلم، كده بتزرع الظلم وبتزرع الكراهيه. بص، ما تعالجش الغلط بالغلط. ابنك اللي مش بيزورك ده ربنا مش هيبارك له في حاجته. اديهم زي بعض، بس ثق ان بركتك وبركه دعواتك مع الكبير هتزود جدا القسم بتاعه، بينما العاق ده اللي ما خدش بركتك ربنا هو هيتحاسب معاه ويفقد البركه. لكن انت ما تظلمش حد من فضلك. اوعى اب او ام يظلم حد، ولد عن ولد او ولد عن بنت، ده ظلم ايه؟ مباشر. من ياكل اجره الاجير يظلمه. يقول كده أرميا: ويل لمن يبني بيته من غير عدل، ويل لذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه اجرته. أرميا 22:13، ده ويل. ويل ان انا ابني مجانا، يعني اظلم الاجير او حتى اخر اجرته. في النهارده بعض اصحاب العمل بيستغلوا احتياج الشباب للعمل، في بطاله ما فيش شغل، فيشغل الشاب شغل مميت، يشغل الشاب شغل صعب جدا ويديله الفتات ويقول له اذا كان عاجبك، عشان هو عارف ان مفيش شغل تاني. بس ده ظلم، ظلم. طالما شغلته، طالما تعبته، اديله عرقه، اديله اللي يساوي عرقه ويفتح بيته. الانسان الذي يتسلط على البسطاء والفقراء، الانسان ده ظلم الفقراء ظلم مباشر. كل دول اللي بيتعاملوا بالظلم يطلب داود من ربنا الا يسلمه او يقعه في ايديهم. يقول له كده، يقول له ايه؟ اجريت حكما وعدلا فلا تسلمني لايدي ظالميه. ده اسمه ظلم مباشر. في بقى ظلم غير مباشر، وده اخطر. ليه خطر؟ لان الظلم المباشر ممكن ضميري يتعبني. يعني القاضي اللي قصد وظلم الست دي يمكن ضميره يتعبه ويديها حقها، لانه هو ظلم وحاسس انه ظالم. ظلم مباشر واضح. المدرس اللي ظلم الطالب في نمر، الطالب استحقها، ربما ضميره يصحى وايه وينقر عليه. لكن خطوره بقى الظلم الغير مباشر ان عاده الواحد ما يحسش بيه. يعني اديكم مثال: المدرس اللي في الامتحان ويسمح للولاد يغشوا، غشوا، طلعوا كتب، ده ظلم غير مباشر للولد الشاطر اللي ذاكر. هنا الأستاذ ده ظلم الولد الشاطر اللي ذاكر، ساوى الكسلان البليد اللي ما ذاكرش باللي ذاكر شاطر. ده ظلم غير مباشر على الولد الشاطر. صدقوني بقى، ده مش بس ظلم غير مباشر على الولد الشاطر، ده ظلم غير مباشر على مصر كلها. آفة التعليم عندنا النهاردة، كارثة التعليم عندنا النهاردة، اللي ضرب التعليم في مقتل هو الغش الجماعي اللي بقى حق مكتسب في المدارس. المدرس اللي يسيب الأولاد يغشوا، دي آفة التعليم. تخيلوا معايا كده، ولد في أولى ابتدائي، عندنا للأسف عرف، معرفش عرف ولا نظام تسموه إيه في الوزارة، ان الولاد في اولى والتانيه لازم كلهم ينجحوا، كله ينجح، لو ما نجحوش المدير يتعاقب والمدرس يتعاقب، فلازم ينجحوا. فالولد اللي مش مذاكر والولد البليد هيكتبوا له على الصفبوره، يكتبوا له هينجح. طب الولد اللي مش مذاكر وبليد
ونجح سنة أولى بالغش، فكركم في سنة تانية هيذاكر؟ طبعا لا، بأمارة إيه؟ هو ضامن إنه إيه؟ ضامن إنه ينجح، خلاص خلصت. تخيلوا معايا الولد بتاع أولى ده لو جاب ملحق في سنة أولى، إيه اللي هيحصل؟ أبوه وأمه هيقعدوا جنبه يذاكروا له، يجيبوا له مدرس يقوي، وهيذاكر في الأجازة يمتحن الملحق وينجح. الولد ده في سنة تانية يذاكر؟ آه طبعا يذاكر ونص. ليه هيذاكر؟ لأنه عارف إنه ممكن إيه؟ تضيع منه الأجازة. آفة التعليم عندنا النهاردة الغش في سنة أولى، اللي بيغش في سنة أولى هيغش في سنة تانية، هيغش في سنة ستة، هيغش في إعدادي، هيغش. إحنا عندنا أولاد، آسف سامحوني أنا بقول وأنا يعني حزين، عندنا أولاد أخذوا الدبلوم ما عرفوش يكتبوا، مش بيعرف يكتب. طب خدوا إزاي؟ ده قعد في المدرسة 12 سنة، ده غير الحضانة والكيجيهات، 12 سنة اتصرف عليه من دم قلب الدولة فلوس قد كده، وفي الآخر معاه شهادة، سامحوني، ورقة، ما بيعرفش يكتب. ليه؟ لأنه غش في سنة أولى. عندنا ولادنا في الجامعة، في ولاد منهم مستحيل تعرف تقرأ خطه، مش ممكن يكتب جملة واحدة صحيحة، هتلاقي فيها أخطاء إملائية وأخطاء نحوية. إزاي دخل الجامعة؟ عشان أغشيه في سنة أولى. أرجع أنا آسف، أنا دخلت في يعني في حتة مؤلمة، عشان الموضوع ده أكتر حاجة تؤلمني. من فضلكم علموا ولادكم إن نمرة واحدة من إيد ربنا بمجهوده أحسن من 10 نمر من إيد الشيطان بالغش. أرجع تاني أقول فيه غش، آسف، في ظلم غير مباشر. زي المدرس اللي يغشش الولاد، هو ظلم الولد المذاكر وظلم البلد كلها. مش بس المدرس، المحامي، طبعا مع احترامنا لكل هذه المهن، انا بتكلم على نماذج هي موجوده. المحامي اللي يجي له موكله يوكله في قضيه، والمحامي عارف تماما ان موكله ده اللي جاي يوكله هو عمل العمله، والمحامي ياخد ايه كده طرق ايه والاجراءات وشويه كده ايه الثغرات، ويطلعوا زي الشعره منين؟ العجين. والعجيب ان ما دام طلعوا ممكن التهمه تلزق بايه؟ بواحد اخر، انا ظلمت الراجل ده ظلم غير مباشر. بلاش حتى لو في واحد تاني هيتظلم، موكلي ده عمل خطا تجاه الدوله، والدوله لها حقوق عند موكلي، وانا عارف ان موكلي غلطان وعمل العمل، بس برضو اخد ايه؟ اخد طرق غير مستقيمة وإجراءات وقريت وطلعوا براءة، وتفقد الدولة إيه؟ تفقد الدولة. ده ظلم غير مباشر. الإنسان اللي بيشرب سجاير ده بيظلم زوجته أولاده ظلما غير مباشر. أي واحد متجوز وعنده أولاد، الرزق اللي ربنا بيبعتهولك ده مش بتاعك لوحدك. سنشكر ربنا أنت تعبت فيه بعرقك، لكن طالما انت ليك اسره ربنا بعت لك الرزق ده مش ليك لوحدك، لاسرتك كلها. الزوج الاب اللي يقتطع جزء من رزق اولاده عشان يشرب بيه سجاير ده ظلم اولاده ظلم غير مباشر. وبعد كام سنه من شرب السجاير هيتعب، هيجيله مرض، فيقتطع جزء من رزق أولاده عشان يتعالج بيه. الإنسان اللي بيشرب سجاير ده بيظلم زوجته أولاده. والنهاردة الطب كمان بيثبت حاجة اسمها التدخين السلبي، يعني بيشرب سيجارة في الشقة زوجته وأولاده بيتنفسوا الدخان المليان بالنيكوتين زيه بالظبط. هو ظلمهم ظلم مباشر وظلم غير مباشر. نقطة كمان، الإنسان اللي يأثر في عشوره ده ظلم الفقراء ظلم غير مباشر. في آخر المثل بتاع وكيل الظلم في لوقا 16 يقول كده ربنا: اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. طبعا ما يقصدش المال اللي جه بظلم، مستحيل، ده زيت الخاطئ لا يدهن رأسي،
لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب إلهك. مش مقصود بمال الظلم هو المال يجيب ظلم، الله لا يقبله. إنما مال الظلم هنا حسب التفسير البسيط اللي قاله لنا البابا شنودة هي العشور والنذور والبكور اللي أنا لو حجزتها عندي أبقى ظلمت الفقراء. شفتوا؟ لو أنا العشور حولتها إلى أشور، العشور معناها أول ما يجيلي دخل نمرة واحد، الله أولا، أطلع حق ربنا والفقراء بسرعة للعشور. شو واحد بقى يعمل إيه؟ جه قبض المهي، يطلع إيه؟ الإيجار والمية والنور والغاز والبقال ويمكن الدروس خصية، وبعد كده اللي يفضل يطلع منه. لا، دي الأشور كده، أنت ظلمت، ظلمت. ده ربنا بيسأل سؤال عجيب قوي، يقول إيه في سفر ملاخي؟ أيسلب الإنسان الله؟ سؤال، هو ممكن الإنسان يسرق ربنا؟ شوف الإجابة، نعم، أنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك أقول في العشور والتقدمة. ملاخي 3:8، ربنا بيسأل ممكن الإنسان يسرق ربنا؟ بيقول لهم آه أنتوا سرقتوني، لما بتسلبوا من العشور والتقدمة أنتوا بتسلبوني. الإنسان اللي يأثر في عشوره أو يصرف جزء منها على أولاده هو بيظلم الفقراء. اللي يدي عشوره لناس مفروض ما ياخدوش من العشور، يعني مثلا أنا باباي عيان، هل أدي أبويا من عشوري؟ لا طبعا، أنا لو أديت أبويا من عشوري يبقى ظلمت الفقراء. أنا أدي أبويا بس منين؟ من فلوسي أنا، لأنه خيره عليا، وزي ما بيقولوا كده لحم كتافي من خيره. أبويا ده التزامي، أنا أديله من فلوسي أنا، لو أديته من العشور أنا ظلمت الإيه؟ ظلمت الفقراء. يبقى إحنا اتكلمنا عن صور للظلم، الظلم بالفكر، الظلم بالقول، الظلم بالفعل، الظلم بالحواس، الظلم المباشر، الظلم الغير مباشر. هتكلمكم في دقايق كده عن بعض دوافع الظلم. من دوافع الظلم الانتقام. الإنسان المنتقم أو اللي بتتملكه مشاعر الانتقام بتبقى مشاعره وحشة قوي، مش حد يعمل أي حاجة. يعني مثلا زوجة فوتيفار ظلمت يوسف، هي عايزة تنقم منه، هو ما طوعهاش، ما مشيش معاها في الشر وساب لها الدنيا وساب لها حتى الملابس، فانتقاما منه ظلمته، لفقت له تهمة مشينة ودخلت السجن. أحد دوافع الظلم الانتقام. ونقرأ كتير في الجرايد عن جرائم بشعة، جارة عايزة تنتقم من جارتها، قمت إيه تاخد طفلتها كده تدرجها تاخدها مكان وتخنقها. يا خبر أبيض، شفتوا الانتقام يعمل إيه؟ هي مش عايزة، لا هي لا عايزة تسرق حلقها ولا حاجة، سرقة دي حاجة تاني، لا في جرائم ما فيهاش سرقة، انتقام، هي بتنتقم من جارتها، فبتاخد الطفلة البريئة وتروح إيه تموتها. شيء رهيب. برضو من دوافع الظلم تبرئة النفس. لما الواحد يعمل غلط وعايز يبرئ نفسه، يعني بدل ما هو يعترف ويتوب والأمر ينتهي وربنا يغلق، يحاول يبرئ نفسه بإيه؟ بالظلم. زي الشيخان ما عملوا مع سوسنة، جزء منها انتقام وجزء منها تبرئة نفس. ما هم سألوهم إيه اللي جابكم الجنينة بعد انتهاء القضاء؟ القضاء بينتهي عند الظهر كله بيمشي، إيه اللي جابكم بعد الظهر؟ فعشان إيه يبرأوا نفسهم قالوا أصل إحنا عرفنا إن سوسنة بتقابل صاحبها فإحنا جينا. شفتوا هما بيغطوا إيه؟ بيغطوا أو عايزين يبرأوا نفسهم بإيه؟ بالظلم. من أسباب الظلم ودافع الظلم الطمع. الطمع زي اللي حصل من أخاب لنبوت الإزرائيلي. إيه اللي أخلى أخاب يظلم نبوت؟ لا تبرئة ذات ولا انتقام، هو مجرد إنه إيه؟ إنه طمعان في حاجته. من أسباب أيضا الظلم الكراهية، دافع قوي للظلم. الإنسان لما يكره يخرج من قلبه ربنا، لأن الله محبة لا شريك للنور مع الظلم. لما الكراهية تخش ربنا يطلع،
فيتملك الإنسان مشاعر أفعال فظيعة. قايين قتل هابيل لأنه بيكرهه. رؤساء الكهنة سلموا المسيح وظلموه لأن هم بيكرهوه. أيضا الغيرة والحسد، وده اللي حصل من إخوات يوسف. هم ليه ظلموه وليه باعوه وليه بهدلوه؟ حسدوه، بس مش حسدوه بعينهم. خلي بالكم، مفيش حسد بالعين، مفيش عين بيطلع منها ليزر، لا، مفيش عين بتفلق الحجر. هم حسدوه فعملوا مؤامرة، ولكن ربنا في الآخر إيه؟ رفعه وخلاه الراجل التاني في مصر. رؤساء الكهنة حسدوا المسيح مش بعينيهم، عملوا مؤامرة وصلوا للصليب، مات على الصليب لكنه قام بمجد عظيم. أيضا من دوافع الظلم أيضا محبة المال. محبة المال أصل كل الشرور. إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. من ضمن الأوجاع الكثيرة التي تصيب محب المال الظلم. يعني يهوذا مثلا ظلم المسيح، سلمه وهو بريء، ظلمه. طب إيه الدافع؟ بينتقم؟ لا، ما انتقمش، لأنه في الحقيقة المسيح ما عملش حاجة وحش. هل بيبرأ ذاته؟ أبدا، هو محبته للمال خلته يظلم المسيح. إيه اللي يخلي تاجر يغش في ميزان مع الزبون؟ بينتقم منه؟ لا، مش بينتقم أبدا. بيكرهه؟ لا، مش بيكره، بس الدافع هو إيه؟ هو محبة المال. أحيانا أيضا من أسباب الظلم الجهل. الجهل، الواحد يظلم عن جهل، بس برضو ده ظلم. زي عبد رئيس الكهنة اللي لطم المسيح أثناء المحاكمة. المسيح قال له إيه؟ قال له لماذا تلطمني؟ إن كنت فعلت الرضي فاشهد على الرضي، وإلا فلماذا تلطمني؟ عايز يقول له أنت مش فاهم حاجة، أنت دخلت نفسك في موضوع أكبر منك بكتير، أنت ما تعرفش حاجة. هو ده الكلام اللي بطرس قاله لهم بعدين. قال لهم إيه في سفر الأعمال؟ والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. هم ظلموا المسيح عن جهل، ماشيين حسب رؤساءهم، بس برضو ده ظلم. مش كده؟ من فضلك ما تحكمش على حد، مش انت اللي مطلوب تحاكم. اللي بيحاكم هو مين؟ هو ربنا، لانه فاحص الايه؟ فاحص القلوب والقلب. اخيرا، من اسباب الظلم احيانا العقد النفسية. عقدة نفسية وخاصة الدونية. الانسان اللي عنده شعور بالنقص او الدونية، احيانا عشان يعوض الشعور ده يوم ايه؟ يظلم اللي تحته. عايز يثبت انه موجود، عايز يثبت انه قادر. هو عنده مشكله جواه. خدوا مثل ساره وهاجر ونختم بيه. قالت سراي لابرام: هوذا الرب قد امسكني عن الولاده، ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابرام لقول سراي فدخل على هاجر فحبلت. ولما رات هاجر أنها حبلت، صغرت مولاتها في عينيها. فقالت سراي لإبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت أنا في عينيها، يقضي الله بيني وبينك. فقال إبرام لسراي: هوذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها سراي فهربت من وجهها. القصة دي موجودة في تكوين 16. هاجر دي جارية عند سراي، عندها من جوه شعور بالدونية انها جارية ودي سيدة. فلما حست انها حامل بدأت ايه؟ تظلم سيدتها. هنا الظلم نتيجة عقدة جوانية، بالذات شعور بالنقص. سراي عندها شعور بالنقص انها مش بتخلف،
فلما أخذت سلطتها كاملة على هاجر بدأت إيه؟ تظلم إيه؟ هاجر. فهاجر ظلمت سراي بسبب العقدة اللي عندها، وسراي اللي هي سارة ظلمت إيه؟ هاجر. وده ظلم. أسباب الظلم كتير جدا، ولكن الظلم خطية خطيرة. الله الله عادل لا يقبل الظلم ويجازي كل واحد حسب عمله. الله لا يرضى بالظلم. إذا كان بيصبر على الظالم فمن أجل التوبة. أما الوعد الإلهي الجميل اللي خدناه، الله مجري حكما للمظلومين. يقول كده صفانيا: الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما. ربنا يبعد عننا هذه الخطية الوحشة، يبعد عننا الظلم، وإذا كنا مظلومين نصبر ونثق أن الله ليس بظالم، وربنا يدافع عن المظلومين. ربنا يدينا نعمة وبركة. إلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.